يا بنات هذا القالب زاد لي اول مره، راح نجربه نشوف عاد يطلع كويس ولا مو كويس مع بعض، راح نشوف. مرحبا حبايب قلبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير يا رب. نورين قناه، الله يسعدكم جميعا. طبعا حبايب قلبي عارف حالي مقصره بحق هاي القناه كثير كثير، وعارف كلكم راح تكتبوا لي ليش طولتي علينا ليش طولتي علينا. والله يا حبايب قلبي تعرفون الظرف اللي مريت بيه، وبنفس الوقت قلت اجيكم شيء حلو وجديد بنفس الوقت، ونطلع من اجواء المطبخ القديم. شفتم قبل شلون كان المطبخ ضيق صراحه، لما هيش تحسين نفسي ما ترتاح بالمطبخ، تحسين انه مالش نفس حتى تصورين او مالش نفس حتى تطبخين. فقلت لحالي يلا بما انه احنا بعد فتره راح نطلع، خلاص راح اقطع عن هاي القناه مشان اجيكم شيء جديد وحلو. فان شاء الله يا ربي اللي جاي راح يكون افضل واحلى بكثير بكثير. اهم شيء اذا كنتم جداد بالقناه اتمنى انكم تشتركون وتحطوا لايك لهذا الفيديو، لعل وعسى حدا غيركم يشوفه ويشترك بالقناه وتكبر عيلتي بيكم، الله يسعدكم جميعا. طبعا مشكورين كثير كثير على 80,000، تاخرت لحتى اشكركم، بس تعرفون انتم ما قدرت انزل بعد ما صار عندي 80,000، ومشكورين سلف. وان شاء الله يا ربي بيكم عائلتي تكبر وتصير 100,000، وانتم قدها وقدود. طبعا شاركم القناه لعائلاتكم لاصدقائكم. طبعا حبايب قلبي قبل ما نبلش الوصفه لليوم راح اقول لكم شغله، راح نبلش سلسله اسمها سلسله رمضانيه. من اليوم احاول نجيب الطبخات الرمضانيه، الشغلات اللي ينفع اكثر شيء برمضان. لا تقولوا لي انه مستعجله وما ظل شهر، فانتم انا اعطيكم الوصفات وانتم عاد تبلشون تجهزون تحطون بالدفتر لبين ما يجينا رمضان ونظبط الوضع. يعني ما ظل تقريبا شهر، وان شاء الله يا ربي ينعاد علينا وعليكم بالصحه والعافيه والسلامه يا رب. خلونا نبلش، طولت عليكم الفيديو كثير اعرف. طبعا يا بنات اليوم الوصفة هي بلح الشام، واول ما نذكر اسم بلح الشام نتذكر رمضان ونتذكر الافطار ونتذكر بعد ما نفطر ونجيب بلح الشام. صراحة احنا على طول متعودين يعني هيك. حطينا كاستين سكر، طبعا راح نبلش بالقطر لانه القطر لازم يكون بارد قبل ما نبلش بالوصفة نسوي القطر. حطيت كاستين سكر وراح نحط كاستين ماي. الشغلات اللي راح نحتاجها للقطر يا بنات ربع معلقة من السمنة ومعلقة صغيرة من عصير الليمون الطبيعي، هذا بس راح نحتاج للقطر. طبعا السمنة تقدرون تستغنون عنها وتقدرون تحطونها، بس راح نستنى القطر لبين ما يصير لحتى نبلش بالوصفة الأساسية. طبعا اليوم الوصفة كتير سهلة، ما بدها منكم غير كاسة طحين ونص كاسة زيت بس، هاي الشغلات الوحيدة اللي بدكم إياها وراح تجيبون أسهل وصفة. طبعا يا بنات بعد ما غلى القطر راح نحط له معلقة عصير الليمون، طبعا ربع معلقة السمنة بعد ما نطفي على القطر خالص نحطها، تعطي طعمة طيبة بعد ما نحط الشي بيها بالقطر إذا يعني شو ما كان. طبعا يا بنات بخصوص السلسلة الرمضانية أي وصفة بتشن إياها اكتب ليها جواب التعليقات، واني راح احاول اختار الوصفة للاغلبية طالبينها مني وانزل لكم اياها اذا حبيتنا السلسلة واذا حبيتنا الفكرة. بعد ما نطفي على القطر يا بنات نحط له نص معلقة السمنة او زبدة زي ما بيسمنا، واذا ما باثنين بلاها، وراح نبلش بالعجينة نفسها. طبعا يا بنات بلح الشام له اكثر من طريقة، فهي الطريقة سهلة وبسيطة فلذلك راح نساويها مع بعض. وفي شغلة ناقصة من ضمن الوصفة الحز راح اقول لكم عليها شني، مشان اذا جبتنا المكونات تكون موجودة عاد شنواني ما انوجدت صراحة. راح نحط كاسة مي تكون ناقصة شوي حسب الكمية. طبعا المادة الناقصة شني هي؟ الناقصة هي الفانيليا، تجيبن ظرف فانيليا وتحطنه من ضمن المي والزيت هذن لحد ما تذوب معاهن. صراحة انا نسيت اقول لعمر جيبلي فلذلك راح نستغني عنها، بس اذا يفضل تكون موجودة. بعد ما يغلن لازم نستنى عليه لحتى يغلن، بس يغلن نحط فوقهن كاسة الطحين. قبل ما تغلي المية بنات راح نضيف شغلة معلقتين كبار من السكر حتى يذوب معانا اول شي، بعدين نحط الطحين مشان ما يحبحب. اذا ما غلن ما نحط الطحين، انتبهن. ها بعد ما غلن يا بنات نوطي عليهن الغاز لآخر شيء ونحط فوقهن الطحين. طبعا الطحين راح نشوف العجينة شلون بدنا اياها، اذا لازم الطحين نحط طحين، اذا مي لازم ما نحط لانه حسب الطحين، احنا بدنا اياها تكون عجينة لينة.
راح نطفي عليهن الغاز ونبلش نحركهن مع بعض. حال عجينتنا هاي لازمنا شوية طحين لحتى تصير عجينة مناسبة. طبعا أنا طفيت الغاز حاليا، ها انتبه. حسب العجينة هيش، لا ما بدها طحين، هذا القوام مناسب هيش، لازم تكون العجينة بهذا الشكل تكون تتكور معانا، وبنفس الوقت لا تلزق وما تكون ماسكة زيادة. شايفات شلون نخلطها مظبوط مع بعض؟ نجمع الجليات جوا نخلص منهن. بما انه حارة خلينا نحركها بالمعلقة. طبعا هاي الطريقة مثل ما قلت لك عن جد سهلة وبسيطة. حاول بس نخلي العجينة تبرد شوي بعدين نبلش بيها. هاي يا بنات العجينة صارت جاهزة معانا، صارت بهذا الشكل، بس نلملمها على بعضها لبين ما نحط الزيت على النار تكون هي بردت شوي. طبعا حاليا دا اشتغل بيها وهي حارة. خلص راح نعيفها شوي ونرجع لها، نكون هنا احنا حطينا الزيت على النار. طبعا يا بنات بعد ما عجناها مظبوط نحط لها البيكنج باودر اللي هي خميرة الكيك نفسها، ربع معلقة كبيرة، نخلطهم مع بعض مظبوط بهذا الشكل. حاول بس انه ما يظل مكان واحد. بعد ما نخلطه نبلش نعبيه بالقالب، او اذا ما عندكم قالب بتشيس اكياس المونة اللي نعرفهن نقدر زاد نسوي بيهناني، قبل ما كان عندي قالب. طبعا يا بنات هذا القالب زاد لي اول مرة، راح نجربه ونشوف عاد يطلع كويس ولا مو كويس مع بعض، راح نشوف. ان شاء الله يزبط مثل ما اني بدي. صراحة الصوت ازعجني. انا اقول هيش حاج بما انه اول مرة، وعلى طول اول مرة ما تنجح، يعني عن تجربة. شايفات يا بنات العجينة ايش قد لينة؟ هيش بدنا العجينة تكون هيش. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله يا ربي تنجح. انا صراحه متشوقه كثير اشوف شلون راح تطلع اخر شيء، بما انه القالب لاول مره ده عن جد. بسم الله. إيه هو هذا نظامي، بس المشكله وين المشكله؟ انا بدي الحزوز يبينن اكثر من هيش، بس يلا مناسب، يعني مناسب شكله مظبوط. شايفات شلون هذا يعني نظامي هيك. طيب طبعا يا بنات نستنى الزيت اول ما يحمي نوطي عليه الغاز، ما نخلي الزيت عالي مشان ما ينحرقن اول ما يدخل على الزيت. راح نبلش نجرب تجربة اول مرة، وطينا عليه الغاز شوي، بس راح اشوف شلون بدي اشتغل بالايدتين يعني. بسم الله. المشكلة ماني ماخذة ايدي يعني. ايوه بعدني شوي عن بعض، ما اعرف ليش احس اني ما قاعده اشتغل على التوليدي. نحاول نخليني يكون وسط. طبعا يا بنات مثل ما قلت لك ان الغاز لا تعلنه خالص، خلنا الغاز واطي مشان ما يتشقرن بسرعه، ان شاء الله راح تطلع النتيجه اللي احنا بدنا اياها. بس المشكله ايدي ما دعت تاخذ. طبعا يا بنات نقطوا بالقطر ونطلعوا، ما لازم ينحط بالقطر كثير مشان ما يصير طري. هذا الشكل النهائي لها. صراحه القالب ما طلع كفو،
يعني بالعادة لما نسويه بتشيس يطلع منظر أحلى من هيش، بس يلا ما عليه شي منه ولا كله، بس الطعمة خرافية. إذا جربتنا اكتب لي جواب التعليقات. يا بنات شوفن عن جد بلا حشة، بس شنو؟ بس لو للقالب يكون أعرض شوي ويعطي تحزيزات أكثر. حتى الغالب اللي حطيته قدامكن أول مرة غيرته لأنه يعطي يخلي العجينة تفرط بالزيت، فغيرته لحتى مش الحال. وبنفس الوقت لازم نجيب القالب تبع الحلواني هذا اللي يجي له تشيز جلد، هذا أكثر شيء مناسب. ولهذن الشغلات بس للحلويات الخفيفة، مثل الشغلات يعني تسليك، هات ايدك والحقني، فهمتن علي؟ إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا بلايك واشتراك للقناة. ربي يسعدكم، ولهنا نقولكم مع السلامة، أشوفكم على خير.